نرحب بدوري بكل المشاهدين اللي ضموا لنا لحتى يعيشوا معنا اجواء المعرض، الاجواء اللي كنا عم نعيشها قبل وهلا اكيد رح تابوها معنا مشاهدينا. كنا بجوله على الستاندات على كل القيمين عليه، نحن شفنا كل العائله، افراد الاباء الامهات الاولاد كلهم عم يستفيدوا من كل الخدمات والمعلومات المتوفره بالمعرض. لحتى نحكي عنه لمعرض بريجنسي اند كيدز فير يلي يقام للسنه الثانيه على التوالي، رح نستقبل منظمي المعرض نيلا خوري ورويدة تحتوح. اهلا وسهلا فيكم. هاي هاي يعطيكم الف عافيه. بدي اقول لك نحن اهلا وسهلا فيكم ببيتكم. على كل حال ونحن كنا عم نحكي هلا وجودكم هلا رح نحكي اكثر عن التفاصيل وعن الاجواء يلي بدنا ندعي من خلال المشاهدين انهم يجوا يكونوا موجودين مع كل يلي هلا عم يستمتعوا بكل القصص يلي عم تصير بالمعرض. اليوم الافتتاح رح يكمل ل 25 الشهر. حضرتكم امهات متزوجات وعندنا اولاد. بدنا نحكي بدايه معك رويدة، كيف انطلقت فكرة المعرض؟ وبعرف انه انت كنت السبب بركي. ايه ما انت عم تقولي نحن امهات، فنحن وقتها كنا بعدنا بري امهات، كنا بعدنا كنت بعدنا حبلة. ما كنت عم بعرف انه شو الانفورميشن بدي اياها كمرة حبلة. واكيد بتسألي حواليك في كثير اشياء صارت جديدة، في اشياء عايزينها وما في هيدي الانفورميشن بلبنان بعد. فطلعنا حكينا انا ونيلا الفكرة انه لازم نعمل شيء بهذا الموضوع تنظبطه. صرت تسالي نيلا لقيتي انه نيلا كمان بحاجه لمعلومات. هي قاعده تشوفها كل نهار قاعده على جوجل وعم تسال جوجل، ونحن اجماع الاجوبه بتصلك على الانترنت بتكون اجوبه بتشبه الانفايرمنت الامريكاني الفرنساوي، بس لنا نحن كامهات لبنانيه شيء مش موجود. فطلعت الفكره والحمد لله. السنه غيرته يعني السنه اختلفت شوي عن السنه الماضيه، وصاروا المعلومات كلها يمكن بتشمل وبتفيد العائله كلها، الام الاب والاولاد لحد العمر 12 سنه. شو بيشمل المعرض يعني اليوم اذا هيك بدنا نعمل جوله شو بنشوف؟ هي الجوله بتبلش اذا بدك من القصص اللي بس تبلش المره بدها تحضر حالها تبلش تصير حامل، لما ما تصير حامل في عندها كثير قصص تعرفوا بنشوف البلس على الكلير بلو بتصير مش عارفين شو بدنا نعمل. فاول شيء كيف بدها تتحضر لما تحبل، شو بده يصير اذا لازم تعمل سبار، كيف لازم تتغذى، شو لازم تعمل، كيف بدها تحضر ليوصل هيدا الولد، كل التروسو دو بيبي، الاوضه، الاغراض، كل شيء موجود، الشوكولا بده يرجع يخلق هيدا الولد ويكبر وشو بدنا نعمل له اكتيفيتيز. والسكشنز الاساسيه كمان اللي احنا بنركز عليها عندنا الكونفرنس اريا يلي بنعمل فيها اويرنس، اذا مزبوط عم نعمل اويرنس عن كذا توبك بفيد يعني بهم المراه الحامل والامات يلي عندهم اولاد. حتى هيدا الكونفرنسز نحن عندنا فوق ال 15 كونفرنس معمولين من اخصائيين وبذات الوقت هن مجانيه، هي اهم شغله. الادوات مجانيه رح تطرحوا من خلالها مواضيع معينه، شو رح تتناقشوا؟ المواضيع اجمالا بنحاول نغطي قد ما فينا، الرضاعه الطبيعيه، رضاعه مع الاشخاص اللي بتشتغل، بتعرفي بلبنان عندنا شهرين وبنرجع على الشغل، سو كيف بدي اشتغل ويقضي على الست شهور والسنه والسنتين للاشخاص اللي هلا عم تنعمل هي عن السكرين تايم، كلنا بنعرف اولادنا بيقضوها على الايباد وعلى السيلولار، هلا في كونفرنس هلا عم بتصير على بارالال عن هذا الموضوع، عم نسمع يمكن بالباك. نحن عم نحكي عن مرحله كثير دقيقه بحياه السيده يلي فيها كثير تساؤلات، عم تقطع بمرحله كثير دقيقه في تغيرات مع يعني بالمرحله المقبله ما بتعرفها، فنحن هلا اكيدين من خلال المعرض رح نلاقي كل اجوبتنا. الندوات برايك قد ايه رح يكون في مشاركه فيها؟ يعني مثل ما نحن هلا فينا كمان نشارك، قد ايه السيدات رح يستفيدوا منا برايكم؟ هي نحن اكثر شيء بكل صراحه من الخبره تبعنا السنه الماضيه هي يلي اكثر شيء على طول في عليها عجقه، لانه وي لاك انفورميشن، نحن بحاجه لهول المعلومات، لانه بنكون مبسوطين وعم نتعشى وسهرانين وفجاه بنكتشف انه نحن صرنا عم نكون انسان بقلب جسمنا، دونك بتصيري دغري متعطشه لكل هدول المعلومات وبتحاولي انه قد ما فيك تجمعي معلومات بطلتي مسؤوله عن حالك لوحدك. بس الولد بيسبقك اسرع مما بتلحق، يعني ما بتلحق تفهمي انه تحت السنه شو بده، بيكون صار فوق السنه، بتصير طب شو بده يلعب؟ طب غيرنا يعني صار في غير انترست للولد، بيكون صار فوق السنتين، فوق الثلاثه، يعني على كل مرحله الولد وكثير بيقطعوا بسرعه، كل شيء بيتغير من الاكل للاكتيفيتيز للتيم لكل شيء، فهيدا كل شيء موجود هون. بعصر السوشيال ميديا هلا عرفنا كمان انه اعطيتوا مساحه كبيره للاونلاين والهوم بزنس، شو بدنا نتعرف المراه لما تجي وتشوفهم عن قريب وتحكي معهم قد ايه بتستفيد؟ هي بصراحه اتس ذا اونلي اوبورتونيتي للاهل يقدروا عن جد يشوفوا شيء برات الصور، هلا اونلاين از فيري امبورتنت، بس بذات الوقت عندك عالم ما بيقدروا غير ما يلمسوا اذا بدك او يشوفوا الكواليتي او يتعرفوا على الاشخاص يلي بيهايند
الاونلاين يعني. فهيدا السكشن هون عن جد انا اتس ماي فيفورت، انا بحب كثير هيدا الفكره. نيلا بتوافق الراي؟ نيلا ما ايه نيلا شو الفريق بهالقصص؟ بتعرفي في نشاطات كثيره كمان رح تنعمل على هامش المعرض، يا ريت تخبرونا عنها. في نشاطات اكثر، حكينا عن الام كثير وعن المراه الحامل كثير، بس كمان في الاطفال والاولاد. في عندنا اكثر من 500 متر مربع مخصصين بقلب المعرض بس للاطفال. ان كان عم نسمع على كل حال اجواء هلا في لونا على ستيج، لونا تنضم لنا لاحقا كمان. كل الاكتيفيتيز فور فري باي ذا واي، بس تنقول انه وانس فتوا على المعرض هن متاح لهم يعملوا لي كل شيء، يستفيدوا من كل شيء، يعني ساعات من المعلومات من التسليم. اكزاكتلي. والاكتيفيتيز تبع الاولاد منا بس كولورياج وباتا موديلي، في روبوتكس، في ساينس، في اكسبيرمنتس، في كوكينج، قصص بتهم الاكبار والصغار يعني. مثل ما عم نشوف هلا، هلا الكاميرا عم تبرم على الستاندات، عم نشوف انه كل سيدة عم بتفتش على الأجوبة اللي هي عم تطرحها بينها وبين حالها. قد ايه نحن بحياتنا اليومية، يعني من بعد ما نكون جبنا الأولاد، صار في عنا أولاد، عم نقول انه نحن عن جد بحاجة انه نطرح أفكارنا، يمكن كل سيدة عندها أفكار تطرحها. قد ايه عم تستثمروا هذا الشيء لحتى يكون موجود بالمعرض، لحتى نلبي كل الطلبات؟ هو أصعب شيء انه نقدر نجيب كذا بكل دومين، كذا حدا يقدر يجاوب على كل العدد الأسئلة. احنا بنقول بالسوشيال ميديا تبعنا come with questions leave with answers، جيبوا أسئلكم وفلوا مع أجوبة، لأنه بيجوا الأشخاص في أخصائيين على كل ستاند معنيين بكل شغلة. يعني من الصليب الأحمر اللي كمان راح يكون يمكن موجود معكم اليوم، راح يكون عم بيعطي first aid لكيف هالولد بيقدر إنه إذا صار لا سمح الله شيء مع هذا الولد كيف نقدر نعمل له إسعافات أولية. دونك بنحاول قد ما فينا نغطي أكبر عدد من هيدا الشيء اللي عم بيصير هيدي السنه. شو الفرق بين السنه الماضيه وهيدي السنه؟ حرصتوا انه يكونوا موجود ولقيتوا انه كان في فراغ او نقص السنه الماضيه؟ هلا نحن السنه الماضيه الاشياء اللي كان عليها كثير اهتمام كبرناها، مثل الكونفرنسز اكيد زدنا كثير كونفرنسز. صرتوا تسمعوا شو مطلوب اكثر 100%. والاشياء اللي زدناها كومبليتلي هي الانترتينمنت اريا اللي هالقد كبيره، والانترتينمنت شوز، لايف شوز يلي هن لونا وبلايو، وفي كذا شو تاني رح ينعملوا كمان بكره نهار الجمعه. السكادجول كله محطوط على البيج عنا، للي عم بيسال اي متى واي ساعه فوتوا على البيج تبعنا على فيسبوك انستغرام اللي هي بريجننسي اند كيدز فير. بلشوا تفكروا السنوات اللي جاي او السنه المقبله شو راح تضيفوا؟ الفكره كل سنه بتطلع فكره المعرض اللي بعده او التطوير او التجديد فيه من المعرض نفسه. نحن هلا بنبلش نشوف شو بنقدر نعرفوا اراء السيدات. يمكن في حدا بيكون واقف عم بيفتش عم يسمع عم تساله. اكزاكتلي. شو حبيتوا؟ السكرت ايجنتس موجودين وين ما كان، وحتى على السورتيه بنخلي الفريق العمل موجود برا يكون عم يسال كل شيء كان على جو ويكون شو بتحبوا تطوروا. شو يلي ما حبيتوا كمان؟ بعدنا ببدايه الطريق، هيدي ثاني سنة وان شاء الله. وهذا المعرض هو جواب على القصص يلي سمعناها السنه الماضيه، شو بفضلوا، شو بحبوا اكثر، شو بحبوا اقل. نحن على كل حال كمان رح نقرب من الاشخاص، يعني الزائرين كلهم رح يكون في عنا جوله بالمعرض. رويدا تحتوح ونيلا خوري اهلا وسهلا فيكم. انا بس بدي اشكر اوربن لاب على الست الكثير حلو اللي قدموا لنا اياه بسرعه البرق باليوم. يعني قبل الهوا بثواني كنا بركي عم نخلي ما تصبروا حدا لا ما حدا سمع. شكرا ويعطيكم الف عافيه. اكيد ثانك يو للال بي سي اي على كل شيء قدمت لنا، كل الدعم اللي قدمت لنا اياه بهالفتره كلها. يا هلا يا هلا.